يعني اقول لك انزل الانتخابات وانا ما انتخبش اول واحد في الدنيا اهو، مش اول واحد في الدنيا طبعا ولا حاجه، لكن انا مارست حقي، حقي الدستوري وحقي القانوني، حقي كمواطن. لا خلي بالك دي مش معناها تحذير لا سمح الله، دي معناها رحت انتخبت، خدت بعضي ورحت انتخب. والانتخابات بالنسبه لي واظن بالنسبه لناس كتير جدا هي شديده الاهميه. انا عندي قصه مع الانتخابات، انا كائن انتخابي. كائن انتخابي ليه بقى؟ انا الحقيقه بسبب امي ربنا يديها الصحه، الكاتبه الصحفيه الرائعه اللذيذه الحبوبه تحيه عبد الوهاب. طبعا هي هتقعد تضحك ايه حبوبه دي، بس هي عارفه ان انا بستخدم كلمه الحبوب دي كتير. المهم يعني انه كانت تاخدني معاها طبعا احنا ما كناش بنعمل انتخابات رئاسيه ولا حاجه زمان. كان عندي تقريبا 5 سنين اول مره تقريبا اظن لو انا فاكر صح، خدتني معاها اول انتخابات اشوفها في حياتي، انتخابات نقابه الصحفيين. كانت تاخدني تاخد مريم اختي ونروح على الانتخابات، وعلمتنا او عودتنا او غرزت جوانا او كرست في وجداننا وبنائنا ان الانتخابات دي شيء مهم جدا 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 جدا، وان الانتخابات هي حقك. يعني كنا زمان بقى الانتخابات ده حقك او حقها، يعني كصحفيه من حقها انها تروح تدلي بصوتها في الانتخابات وتقرر مين النقيب وتقرر مين مجلس النقابه وما الى ذلك. ولم تقطع عننا هذه العادة على الإطلاق لحد سنة 2023. يعني زملائي الأعزاء الصحفيين عارفين أنا دايما أخد بعضي أروح مع ماما، لو أنا مش موجود هتلاقي مريم أختي اللي موجودة مع ماما. المهم أنه لازم نكون موجودين في الانتخابات بتاعة نقابة الصحفيين. من وأنا عمري 5 6 سنين لحد ما بقى عمري 48 سنة وكسور وماشي على 49 أهي كلها شهرين ثلاثة. فتعلمت في حياتي ان الانتخاب حق، الانتخاب واجب ناحية نفسي وواجب ناحية مثلا نقابتي، واجب ناحية النادي اللي ممكن اكون عضو فيه، واجب ناحية حياتي بلدي. إذن فهي الانتخابات بتاعة البرلمان بغرفتي، الانتخابات ناحية الرئاسة. حتى ان انا خدت قرار اخوض انا كمان الانتخابات في اتحاد الطلبة بتاع المدرسة وما الى ذلك، وفضلت طول عمري كائن انتخابي، رجل ان لم يكن مرشحا فانا مصوتا ناخبا. وعن يقين يعني انا خدت انتخابات كتير جدا في حياتي لحد انتخابات مجلس النواب، بس دايما بالنسبة لي الانتخابات مش بس ان انت مرشح، حقك، أنا عايز حقي، حقي بروح أخده في الصندوق. أنا عندي 4 مرشحين أختار اللي أنا عايزه. خد بالك في حد سألني يوم السبت الصبح، مواطن شافني في الشارع فقال لي يا أستاذ يوسف أنتخب مين؟ قلت له ما أقدرش أقولك. فقال لي احنا مش على الهوا. قلت له ما أقدرش. قلت له انت عندك مرشح معارضة اصيل وواضح، وعندك 2 مرشحين جايين من الجانب الليبرالي، وعندك مرشح مستقل، اختار اللي انت عايزه، شوف انت عايز ايه، عايز مرشح يمثل المعارضة ان كنت انت جزء منها توكل على الله، عايز مرشح ليبرالي وفدي موجود، عايز مرشح ليبرالي من حزب الشعب الجمهوري موجود، عايز مرشح مستقل موجود، عندك ألوان الطيف اتفضل، ومرشح المعارضة يسار ده على سبيل المثال، أو سميه يسار وسط، المهم إنه يسار وهذا من فضل ربي. المهم اللي عايز أقوله لك يا فندم، الانتخابات شيء عظيم. طب المشهد بتاع النهاردة، أنا أقول لك رؤى العين من صباحية ربنا، وأقدر أشوف أقول لك إن أنا شفت لجنتين بهذا الشكل أو جمعيتين انتخابيتين. أنت عارف المجمع الانتخابي أو الجمعية الانتخابية بيبقى جواها أكتر من لجنة. ده مشهد قدام حضرتك تقدر تشوفه، ده في محافظة الجيزة. أنا شفت مشاهد تانية دون أي مبالغة، أنا والله العظيم الطابور أكبر من ده. شوف والله وربنا سبحانه وتعالى يحاسبني، الطابور طوله ما يقلش عن 150 متر، ما يقلش. ده كده بس ايه يعني بنظرة العين. حلو؟ ده
اللي انا اشوف التنظيم بتاع الانتخابات لما انا رحت على لجنتي اللي اروح ادلي فيها بصوتي في صندوق الاقتراع، فانا شايف النظام من ساعه ما دخلت، سلام عليكم، وعليكم السلام، مدرسه كذا، ايوه، وانا شفت طبعا اليافطه، بس انا باكد عشان ابقى انا يعني في المظبوط، دي اللجنه اللي انا بنتخب فيها طول عمري يعني. المهم اوكي حضرتك لجنه رقم كام؟ قلت له لجنه رقم 3، قال لي بالظبط كده، قال لي هتخش يمين في شمال اخر الكوريدور اخر اوضه على ايدك الشمال هي دي نمره 3. خدت بعضي ورحت سلمت الرقم القومي بتاعي، مضيت في الدفتر، خدت بعضي وخدت البطاقه الانتخابيه، ودي من الاسماعيليه بالمناسبه، ورحت داخل ورا البارافان اللي موجود ده، ورحت معلم على المرشح اللي انا عايزه، وطبقت الورقه بتاعتي ورحت حاططها في الصندوق، حاطط ايدي في الحبر ومتوكل على الله. اللهم ولي من يصلح. في المشهد الانتخابي بتاع النهارده، ويبقى اهو ايدي هاي بالحبر يا عم رشا، بيقول لي ايدك بالحبر اهو 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 ادي ايدي بالحبر، مش بقول لك لا انا بحركها لك عشان تشوفها، بص اهو شفت ده الحبر اللي. انا كمان مش من انصار الناس اللي بتحط بتاع كده يعني دي، لا لو انا هطلع مثلا لو انا مذيع واوريها للمشاهد اعمل له كده ايه مخصمه؟ لا هو كده صلح. المهم يا سيدي، طيب المشهد الانتخابي بتاع النهارده، المشهد الانتخابي بتاع النهارده ده زي ما كانت بتتكلم الهيئه الوطنيه او كيفما صرحوا فانه هذا المشهد الانتخابي فاق التوقعات. اقول لك ليه؟ دايما كلنا جزء كده من سلوكنا وطبائعنا يعني طبائع بشريه لهاش علاقه بالمصريين ولا اللي مش مصريين، لان الجمله بتاعت اصل هم المصريين دول يا عم مفيش حاجه اسمها كده. الطبائع البشريه يقول لك ايه؟ اول يوم ده هيبقى زحمه خالص، فاحنا بقى ننزل تاني يوم ولا تالت يوم. فتتوقع دايما ايه؟ ان اول يوم ممكن يبقى خفيف، لكن تشوف المشاهد بتاعه هذا الاقبال المذهل لا 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 لا، وده اول يوم. امال تاني يوم؟ خلي بالك انه لسه في ناس النهارده اكيد في دماغها هيقول لك ايه؟ بلاش اول يوم ده هيبقى زحمه وهيبقى الطابور طويل. هو عنده حق الطابور كبير، بس انا من انصار ايه؟ ابدا من اول يوم، اللي ما لحقش عشان ظروف شغل علشان حاجه ما نظمش وقته بالمظبوط ايا كان حصل ظرف ما، كل واحد معه عذره، عندك تاني يوم وعندك تالت يوم. الانتخابات حقك اولا، تاني حقك اولا وهو حق لهذا الوطن. انت شايف مصر وموقفها العظيم في قضيه الصراع العربي الصهيوني، وشايف مصر والعالم كله بيتكلم عليها، ده انا اكاد اقول لك العالم كله بيلف حوالين القاهره وكانها قبله السياسه الدوليه علشان حل هذه الازمه. انت تذهب للانتخابات طالما انت مؤمن بضروره حل هذا الموقف الفلسطيني شديد التعقيد، هذه الحرب شديده الوحشيه، تريد انهاء هذه الحرب، اذا ساعد بلدك للمزيد من الاستقرار والتقدم والقدره والحيويه السياسيه علشان تحل، زي ما كانت البلد شغاله خلال اكتر من 60 يوم فاتوا، احنا بنتكلم دلوقتي في 65 يوم تقريبا، والبلد بتشتغل علشان خاطر انقاذ اخواننا الفلسطينيين، والبلد بتشتغل خلال 10 سنين علشان خاطر اولادها المواطنين. الانتخابات اللي انا بقول لك عليها ملهاش علاقه بمرشح بحد ذاته، ليها علاقه بان انت تدلي بصوتك. تعرف اكتر شيء مزعج للاخوان المسلمين ايه؟ هو المشهد ده اللي حضرتك شايفه قدام عينيك. اكتر مشهد مزعج للاخوان، اكتر مشهد مزعج لدول الاجانب اللي ملهاش فينا، اللي ما بتحبناش، اللي بتشغل قنواتها عمال على بطال هبد وخبط وتلطيش فينا من بعيد لبعيد، لانه ما عندهمش الجراه يواجهونا في ساحه السياسه. الدول اللي مش عاوزه تحل هذه الازمه الفلسطينيه هي اللي طول الوقت تنزعج جدا من هذا المشهد الانتخابي. ليه؟ لانه على طول بالنسبه لهم المصريين لديهم وعي سياسي كبير، المصريين لديهم قدره على الحل، قدره على التغيير، اصرار على الاستمرار في هذا المسار، ان البلد تفضل كبيره وتفضل قويه. المسار اللي كلنا مشيناه خلال العشر سنين اللي فاتوا هو اللي هنكمل فيه في الست سنين اللي جايين ويمكن 60 سنة جاية. هذا الإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين
فتم اتخاذ قرار وهو استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وآرائهم الانتخابية لحد آخر ناخب موجود في الجمعية الانتخابية. يعني إيه يا فندم؟ حضرتك دخلت المدرسة صح؟ طب أهو ده كده مجمع انتخابي، دخلت أهو، طول ما أنت جوه مش حد هيقول لك روق يا باشا، مثلا هتيجي الساعة 9 فيقول خلاص يا جماعة لو سمحتوا اللي ما دخلش لسه أدلى بصوته يتفضل، لا 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 خالص. حضرتك موجود، احنا مستنيينك، اللجنة مش هتقول لك اتفضل روح، اتفضل لحد انك نزلت من بيتك، مواطن كريم معزز مكرم على عيننا وعلى راسنا طول الوقت. مش هقول لك روح، لا اتفضل خش كمل. تنزلت من البيت، جيت من شغلك، خلصت شغلك ولسه ما روحتش بيتكو وعاوز تروح تدلي بصوتك، انا مش هرجعك خالي الوفاض، اتفضل عليك ان تدلي بصوتك كيفما اردت في التوقيت اللي انت قررته، اتفضل كمل، مش هيتقفل الباب ومش هيتقال لك لا شكرا روح وتعالى فوت علينا بكره اطلاقا، كمل. ادي مشهد قدامك، وده فين ده يا عمرو؟ ده مشهد رائع جدا في اسوان. اسوانيه دول ناس زي السكر، حاجه عظمه. من ناحيه تانيه كان في شيء لفت للنظر، لجنه الرصد في الهيئه الوطنيه للانتخابات رصدت واقعه بتاع التصويت واحده سيده من الناخبات تبين انها سبق وادلت بصوتها في الخارج باحدى السفارات بالدول العربيه، وبالفحص ثبت صحه الواقعه وان اللجنه العامه اللي ادلت برايها فيها حصل وبدات في اتخاذ الاجراءات القانونيه واحاله الناخبه او المواطنه الناخبه لجهه التحقيق. هتيجي انت تسالني تقول لي ليه تحال للتحقيق؟ لانه هي كده بتعمل ازدواج، دوبليكيشن على راي الناس بتوع الكلام الخواجاتي يحبوه قوي. فهي بتدلي بصوتها مرتين ليه؟ ليه؟ حسن نيه سوء نيه مش بتاعتي، دي لجان التحقيق هي اللي هتحقق وتفصل في هذا الامر. وبالمناسبه وامر طبعا غير قانوني، يعني ما ينفعش تروح تدلي بصوتك في حته وبعدين تروح. طب في مشهد اخر لازم تبص عليه، او في زاويه اخرى لازم تبص عليه، إن الهيئة الوطنية واللجان العامة والفرعية عندهم تدقيق كامل كامل عالي الدقة في مسألة مين أدلى بصوته ومين ما أدلاش بصوته. إذن أستأذنك نروح لفاصل، وهنرجع بعد الفاصل نستكمل هذا المشهد العظيم، مصر تنتخب رئيس الجمهورية. خلي صوتك عالي مسموع ومؤثر، صوتك هو البداية. أهلا 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 بحضراتكم. أنا لازلت عند رأيي المستمر هو هو والثابت عليه، وهو إنه المشاركة في الانتخابات ده حقك
على نفسك. طيب طبعا يمكن في كتير جدا من الفنانين والشخصيات العامة والمثقفين بالفعل نزلوا وراحوا لجانهم الانتخابية وأدلوا بأصواتهم والنجم الكبير الرائع دائما أستاذ حسين فهمي أيضا نزل وأدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية. أهلا بحضرتك يا فندم. يوسف ازيك؟ ازاي حضرتك؟ وحضرتك اكتر جدا قوي خالص قوي يعني. كويس الحمد لله كله كويس. ادليت النهارده بصوتك يا فندم. طبعا. طب لازم ليه يا استاذ حسين؟ لان ده واجب علينا كمواطنين ان احنا نختار من ياخدنا. ده واجب، والدول المتحضره في العالم كله شايفه انه يعني الانسان المواطن في اي دوله متحضره في شيئين مهمين بالنسبة له، بيقول لك دايما أنا دافع ضرائب، أنا ليا حق في هذا المجتمع، وأنا اخترت من يحكمني. الاثنين دول أهم ما يعني يوصف به المجتمع المتحضر والمجتمع اللي هو له تاريخ كبير زينا في مصر، يعني إحنا دولة عظيمة جدا، شافت الكثير، وكان لنا دايما مواقف عظيمة جدا، تاريخيا يعني. صحيح. فأنا من حقي إن أنا أخش أنتخب مين يحكمني، وبعدين وطبعاً بناءً على إنجازاته، وبعدين أشوف كمان إن أنا راجل دافع ضرائب، فأنا ليا حقوق في هذا المجتمع زي ما عليا واجبات. فأنا شايف إن ده من أهم واجباتي كمواطن إن أنا أنزل أنتخب من يحكمني. صح. طب أستاذ حسين، هل تعتقد إنه الناس بره، الناس بره في اوروبا، بتكلم هنا طبعا على الناس بتاعه السياسه، الصحافه، الاعلام الى اخره، في اوروبا، في امريكا، بيتابعوا المشهد الانتخابي المصري جدا، بيتابعوا، بيبعتوا ناس بتشرف وبتشوف، والسفارات هنا بتتابع. مساله ما فيش حاجه بتستخبى، بيشوفوا كل حاجه وبيتابعوا كل حاجه وبيكتبوا تقارير. الى جانب ان المواطنين في العالم المتقدم شايفة ان الديمقراطية هي يعني احسن ما وصل اليه الجنس البشري. احنا النهاردة شايفين ان الديمقراطية دي احسن حاجة، يمكن ما هيش اعظم شيء، لكن دي افضل الاشياء الموجودة قدامنا في ايدينا. فدي هي ادوات للديمقراطية. صحيح. لازم نستغل هذه الادوات ونستفيد منها كمواطنين. يعني احنا بنختار من يحكمنا، يعني احنا عشان المجتمع يبقى منتظم ويبقى منظم. المجتمعات في تاريخها وفي تقدمها وجدت ان يمكن احسن السبل هو الاسلوب الديمقراطي. فانا كمواطن لازم استفيد من هذا الاسلوب ان انا اعيش حياه افضل بان انا اختار اللي هيحكمني. وانا بتكلم على الديمقراطيه بمعنى ان انا زي ما انا بختار رئيس الجمهوريه، انا كمان من حقي ان انا اختار رئيس الحي. صح. انا لازم ان انا اختار المحافظ. يعني فاذا دي اساليب من اساليب الحكم، يعني وعيني يبقى فيه محاسبه، يبقى في حساب. انت بتختار شخص عشان يعني انا فاكر كويس جدا لما في 30 يونيو وجات لي الصحافه الاجنبيه، قولي السي ان ان وقولي السكاي نيوز. أيوه. بيسالوني في رئيس منتخب مدته 4 سنوات، انتوا دلوقتي نازلين عاملين ثوره ضده. فقلت له انا هذا الرئيس المنتخب انا في عقد بيني وبينه، في كونتراكت، هو اخل بالاتفاق، اخل بالعقد. صح. فانا من حقي ان انا اصور ضده واقول له لا انت خليت بالعقد، انا حفظ. انا من حقي. انما في الدول اللي هي شايفه ان الديمقراطيه انك انت بما انت انتخبت هذا الرئيس لمده 4 سنوات فهو لازم يقعد ال4 سنوات. فانا قلت لهم لو هيقعد ال4 سنوات كان خربها. يعني احنا في احوالنا وفي ظروفنا ما نقدرش نستحمل. يمكن في دول زي امريكا ممكن تستحمل، اهو بايدن قاعد اهو بقاله 4 سنين واديك شايف ايه اللي بيحصل من الادمنستريشن بتاعته، ومع ذلك هو لازم يكمل المده. فقلت لهم والله احنا شعوب مختلفه، احنا لنا النظم بتاعتنا، احنا شايفين ان هو بعد سنه خرب البلد وخرب الدنيا، فاحنا قلنا لا احنا هنغير هذا الرئيس. فانا شايف ان دي برضو يعني ده من ضمن الحاجات الجميله في الشعب المصري، انه بيحس بالخطر. انك انت لما بتحس بالخطر قدامك بتتحرك على طول، ما بتسيبش نفسك. احنا كنا 30 مليون في الشوارع. صح. ولو تتذكر مفيش في الدنيا حاجه حصلت بالشكل ده في الدنيا كلها. يعني اعظم مظاهره حصلت كانت مارتن لوثر كينج لما عمل الجريت مارش، كانوا 500,000. النهارده بيتكلموا على الناس اللي ماشيه في الشوارع لانها بتؤيد غزه واللي بيحصل للفلسطينيين ومواقفهم معاهم، بيوصلوا ل 700,000 800,000. احنا كنا 30 مليون.
وده بناء على جوجل، يعني جوجل بيحسبها بالمتر المربع. المتر المربع بياخد اربع صحيح. افراد. لما صوروا الاقمار الصناعيه مصر من اسكندريه لغايه اسوان طلعنا 30 مليون واحد في الشارع. وسي ام ان من اوائل الوكالات اللي اعلنت ده، قالت ده اكبر تجمع طبعا. بشري ظهر في التاريخ. طب استاذ حسين، انا من واقع الصور اللي انا شايفها حضرتك قابلت ناس كتير النهارده وقت ما كنت حضرتك في اللجنه الانتخابيه، ناس كتير كانت بتتصور، وبالتاكيد في ناس كتير اتكلمت مع استاذ حسين، او استاذ حسين اكيد لاحظ حاجات كتير. شفت ايه من واقع المشاهده والملاحظه او من واقع حتى الاحاديث القصيره؟ بص انا اللي عجبني ولفت نظري ان كان في شباب كتير، وكان في كمان يمكن يعني مش عايز اقول اطفال لكن في سن 12 سنه و14 سنه. كويس. وده شيء جميل جدا ان هم يحسوا بانه ليه راي في هذا المجتمع، ان انا صوت يفرق. يعني فكره انك انت ليك صوت وهذا الصوت مؤثر، ده مهم جدا ان احنا نربي اجيالنا اللي قادمه على كده، لان هم دول اللي هيحكموا البلد، هم دول اللي هيمسكوا الوطن. فلازم يتعود على كده، لازم يتعلم كده. ويشوف انا داخل اقول صوتي ده ليه؟ ليه انا بدي صوتي لهذا الشخص ومش بديه للشخص الاخر؟ وقد ايه صوتي مهم انه يبقى موجود؟ وقد ايه هذه الاصوات كلها بتشكل من سوف يحكمني في الفتره القادمه؟ فانا شفت ان ده كان ملفت، وكان في سيدات كتير كمان، وده كان ملفت للنظر. بس عايز اقول لك حاجه، انا كمان رحت بدري، يعني رحت الصبح في بدايه اليوم، لسه بقى بقيت اليوم، وبعدين بالليل في ناس كتيره بتروح بعد ما بتخلص اعمالها، بتبقى وقتها صحيح. بيبقى افضل. ولسه قدامنا يومين تانيين، فانا شايف ان هيبقى في، يعني هي ظاهره صحيه جدا وجيده جدا. يعني صحيح 100%. انا عايز اشكر حضرتك اولا، وعايز يعني اتمنى انه نتقابل قريب في البرنامج لو سمحت. حضرتك تعلم حجم محبتي واعجابي وتقديري عارف. والله العظيم انا سعيد جدا. انا اخر مره شفتك فيها كنا في نيويورك. ايوه مظبوط. لازم نسافر عشان اشوفك. مش ممكن. طب نتقابل في القاهره بقى. اجيلك ان شاء الله. انا هتشرف حقيقي لما اشوف حضرتك. اشكرك جدا 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 فناننا الكبير والرائع دائما الاستاذ حسين فهمي. وخد بالك الكلام اللي قاله الاستاذ حسين، قال لك لازم ان احنا نستخدم ادواتنا، دي اداه من ادوات الديمقراطيه، ده حقي ان انا استخدمها. لازم ان الناس تروح تقول هي عايزه مين يحكمها، لاجل السياسه، لاجل الضرائب، لاجل الرؤيه، كل واحد زي ما هو شايف، ده حقك. من ناحيه تانية ابدا اعجابه جدا بوجود الولاد الصغيرين 12 سنه و13 سنه، ومش هيدلي بصوته في الانتخابات قطعا، لسه تحت السن، لكن بيتعود بيكبر على ده. ده بيبقى شيء مكرس وراسخ جوه ذهنه، بيبني جزء كبير جدا من طريقه تفكيره وعقليته. النهارده كمان ادلى لاعب تنس الطاوله ابراهيم حمدتو بصوته في الانتخابات الرئاسيه لاختيار رئيس مصر القادم، واللي مستمره حد 2/3. طبعا ابراهيم حمدتو اكيد انتوا عارفين واحد من اشهر لاعبي تنس الطاوله في البارالمبيكس في العالم. معانا على التليفون ابراهيم بنفسه. اهلا بيك يا ابراهيم. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله والله يسمع. الحمد لله. مهم عندي ان انا اسالك، شفت النهارده الصبح المشهد الانتخابي ازاي وانت رايح لجنتك الانتخابيه؟ لا الحمد لله رب العالمين، دايما يعني قريتنا كفر سعد البلد، يعني بنسميها الجمهوريه داخل الجمهوريه. يعني النهارده كان في حشد غير طبيعي، يعني الواحد ما كانش متخيل المنظر الحلاوه والجمال ده. النهارده في النهارده يعني ملحمه وطنيه جميله قوي النهارده بتمثلها كفر سعد البلد. يعني كانت التصويت بالنسبه لك كان سهل، كان ميسر، شفت انه الاجراءات جيده؟ لا احنا عندنا الحمد لله رب العالمين، يعني النهارده كان في تنظيم رائع. النهارده المستشارين اللي موجودين بيرحبوا بالناس، يعني النهارده كان في سلاسه في الموضوع، ما حدش كان بياخد اكثر من كان من دقيقه، وكانت العمليه يعني في منتهى الامان ومنتهى الحرص ومنتهى السلاسه، يعني ما حدش حاسس النهارده ان هو واقف كتير. يعني طيب كابتن ابراهيم، ايه النصيحه اللي تقدمها لكل الناس اللي لسه ما نزلتش؟ والله انا يعني احنا بالنسبه لنا كرياضيين بنقول ان اعظم وسام الرياضي بيحصل عليه هو السلام الوطني خارج ارضه.
النهارده احنا بنقول ان الوقت اللي احنا فيه ده السلام الوطني الثاني، يعني انتشارات ان انا اجلي بصوتي ده السلام الوطني الثاني، فلازم كلنا نحترم السلام الوطني وكلنا النهارده نلبي نداء الوطن، وخاصه في المرحله اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي من الاجواء اللي حوالين مننا، النهارده لازم كلنا يعني حته ان احنا بنحب او بنكره، لا احنا كلنا في الاول وفي الاخر عايشين في وطن في امن وامان، فلازم كلنا ننزل ونشارك ونقول ونقول راينا ونقول للعالم كله ان مصر النهارده في عالم يعني كلها ملتفته حول القياده الجميله اللي احنا النهارده عايشين بسببها في امن وامان. انا بشكرك جدا 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 يا كابتن ابراهيم، كل الشكر كابتن ابراهيم حميدته بطل تنس الطاوله في البارا اولمبيكس، واحد من اهم واكبر ابطالنا. بصوا يا جماعه، ممكن يبقى في دماغك مليون فكره بتحاول تعطلك تفرملك عن النزول، ممكن يبقى في من ضمنها افكار من نوعيه او ماركه يعني انا صوتي فارق، وخد بالك في ناس كتير بتقعد تغذي الفكره دي، يعني يقول لك ايه يا سيدي جت عليك. بص انا في النقطه دي تحديدا انا دايما بشوف ان صوت اي حد فارق. ازاي؟ بمعنى انه الفرد يكون الكل، ما هو في النهايه خالص الفرد المواطن هو اللي بيكون وطن قوامه 105 مليون بني ادم، 105 مليون نسمه، فانت صوتك دايما فارق، لانه لو احنا اعتمدنا فكره صوتي انا مش فارق وضربنا ده في 10,000 بني ادم، يبقى في 10,000 بني ادم ما ادلوش باصواتهم، ويمكن يكون الصوت الوحيد اللي فارق في نجاح مرشح من غيره هو صوت سيادتك، ودي مسؤوليه كبيره جدا. يعني تخيل هنفترض انه مرشحك انت، انا مش هقول اسماء احنا في صمت انتخابي، مرشحك انت عند إعلان النتيجة وجدت أن فاضل صوت واحد بس وكان ممكن يحصل مثلا تعادل أصوات فينزل إعادة. أنا أعتقد دايما أنه أول ظن يجي على بالك هو أنه ده بسببك لأنك ما نزلتش، فالمرشح بتاعك ما فازش مثلا، صوتين فرقوا في الفوز. طيب من ناحية تانية علشان برضو مسألة يا ترى يا هل ترى هو أنا صوتي فارق، هقول لك طب ما تيجي ناخد زاوية أخرى ألا وهي الوزن، وزن التيارات السياسية، الأوزان الانتخابية. يعني المرشح ألف وزنه مثلا كام؟ 9 مليون صوت. المرشح ب وزنه كام؟ 7 مليون صوت. المرشح جيم وزنه كام؟ مليون صوت. المرشح دال وزنه كام؟ 12 مليون صوت. هنا أنا بقيت فاهم هذا التيار، هذا الحزب، هذا المرشح وزنه في الكتلة التصويتية قد إيه. ده مهم جدا جدا جدا، لأنه البعض يجي يقولك يا سيدي مش مشكلة هتفرق في إيه، ده أكيد أكيد كذا، ده أكيد أكيد كذا. بالمناسبة هي القصة مش في أكيد أكيد من عدمه، هي القصة إن أنا عايز أبقى عارف يا ترى هل ترى الناس اللي هتروح تدي صوتها لمرشح من المعارضة كام مليون بني آدم؟ ده مهم، مهم عند هذا المرشح، ومهم عند الحزب اللي هو بيمثله، ومهم عند التيار اللي هو بيمثله. يا ترى هل في مستقبل مثلا لليسار المصري؟ هل في مستقبل ليسار الوسط؟ هل في مستقبل للليبراليين؟ هل في مستقبل للأحزاب التاريخية؟ هل في مستقبل قد كده للمستقلين وما إلى ذلك؟ طبعا كابتن يونس كابتن نادي الزمالك السابق كابتني، والله زملكاوي انكر، احنا في انتخابات الرئاسه خد بالك. كابتن ايمن يونس منور والله يا كابتن يوسف، انت اللي منور يا بختي. كابتن ايمن يونس بنفسه بيقول لي يا كابتن يونس ايه اللي ايه السعد والهنا اللي انا فيه ده. ازاي حضرتك؟ قوي وحشني ومستمتع بالحوار وحضرتك اكتر الراقي بتاعك، ومستمتع بعمليه التحفيز اللي بتحاول تبثها في كل المواطن المصري اللي هو شريك في هذا الوطن، الشريك في تركيبه المجتمعيه لهذا الوطن.
اللي لازم كل واحد فعلا يعبر عن انتمائه لبلده بان يدي رايه، ان يقول احساسه، ان يقول اختياره، لان احنا كمان بنختار في وقت صعب، في وقت قاسي. انت شايف البلاد العربيه حوالينا كلها بقت كلها عامله ازاي، صح. شمال وجنوب وشرق وغرب، حاجه مرعبه. الحلمنا ان احنا نفضل محافظين على بلدنا في الامن والامان في ظل كل المتقلبات الرهيبه اللي حوالينا. اعتقد ده جزء من احلامنا في الاختيار، الاحتفاظ. وما طبعا مما لا شك في احلامنا كتيره في اقتصاد مستقر، احلامنا كبيره في اوضاع مختلفه في كثير من النواحي، لكن المشاركه هو سر وجودنا في هذا الوطن. والناس اللي بتمتنع او الناس اللي بتحاول تبث الاجواء السلبيه او الطاقات السلبيه لمجتمعنا اعتقد مرفوضه في هذا الوقت. صح. طب كابتن أيمن، أنا عارف كويس جدا أنه كابتن أيمن مش بس واحد من أهم نجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي، مش بس واحد من أهم الكوادر الإعلامية الرياضية، لكن كابتن أيمن عنده وجهات نظر في الاقتصاد وفي السياسة، ومتحدث رائع. أنا بقول ده لأن أنا عارفك كويس وعارفك بشكل شخصي وهكذا، وبالتالي أنا محتاج فعلا رأيك أو أفهم منك ليه العيال بتاعت الإخوان المسلمين واللي شبههم واللي حواليهم واللي حاطين إيديهم في إيدين بعض من هناك دول قاعدين طول الوقت بيحاولوا يزقوا المصريين بعيد عن المشاركة؟ لأن هي تركيبتهم مبنية على كده، صناعة الفتن. وهي صناعة الفتن هي التركيبة الرئيسية اللي هم تواجدوا من خلالها. دايما التشكيك في نوع الحكم، التشكيك في فكر الحكم، التشكيك في عمليات التحديث، التجديد، عملية التشكيك بالفتن هي دي جزء من صنعتهم. فخلي بالك ده دي جينات متوارثة. دايما تركيبتهم الجينية كده. دايما لو يوسف قال حاجة هيقول لك ده بيقول كده علشان كده. مش هيقول لك دي وجهة نظره أو بيعبر عنها. فعملية التشكيك في كل حاجة ده جزء من الصناعة بتاعتهم. زائد ان هم فقدوا كل حاجه، فقدوا مصداقيتهم، بيعتمدوا على ان طبعا الاوضاع قاسيه. لازم نكون واقعيين جدا كمان، عندنا طبعا اوضاع قاسيه جدا في بلدنا اقتصاديه، مش مختلفين. احنا بلد بتحارب وبتكافح بطريقه تانية. في بلاد خلاص تفككت، انت عارف فين سوريا، فين العراق، فين 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 السودان، فين ليبيا، بلاد. لكن انت الصراع بتاعك بتصارع عشان تحافظ على الاوضاع الاقتصاديه. الحمد لله انها جايه على كده، الحمد لله انها جايه على كده. فطبعا الفكر بتاعهم والتوقيت في اختيار صناعه الفتن هو ده الجيم الرئيسي اللي بيلعبوا بيه وبيتلاعبوا بيه بالعقول البسيطه. صحيح. لكن الواضح ان البلد كلها بتكافح لصالح العقول البسيطه الاول. طبعا مما لا شك فيه. الناس البسطاء الاول. مما لا شك فيه. وفي شيء من المسانده والتعاطف الكبير من كل المسؤولين لصناعة أجواء مستقرة لهذه الطبقة. يعني ممكن في طبقات كتيرة قوي نختلف نتفق، متوسطة أعلى من المتوسطة بقى عندها شيء من القلق، لكن الطبقات الأقل من المتوسطة بيحاولوا يصلوا بيها لواقع مستقر من النواحي طبعا المالية الغذائية. يبقى يعني في تمكين حتى اقتصادي المعاملات معاهم بكل اشكالها في نواحي الحياه كلها مختلفه للحفاظ على هذه الطبقه. صح. لكن مما لا شك فيه ان احنا بنمر بازمه اقتصاديه، ودي ازمه عالميه، والدنيا كلها متغيره بشكل مختلف، وبنكافح للخروج منها. ومش هنقدر ننجح الا لو عملنا شيء من الاستقرار وحافظنا على بلدنا. انت بلد دي ما تقدرش تخش في اي صراع خارجي، لان يا دوبك احنا متحملين بعض ومتحملين فوق ده كله كل اللي احتاجونا. مين احتاجنا وما جاش لقى ليه مكان في بلدنا؟ مين من سوريا، مين من العراق، مين من السودان، مين من ليبيا؟ ما قلناش لحد لا. والله من اقصى الشرق لاقصى الغرب عمرنا ما قصرنا مع حد. والناس داخله وبتشتغل وبتتعامل وعايشين حياتهم. انا عايش هنا في اكتوبر، المحلات قد كده سوريين وقد كده عراقيين وقد كده ليبيين، وكله شغال وعايش كانه مصري. صحيح. احنا عندنا الفن التعامل مع اخواتنا العرب بنقدمه بشكل رائع راقي من غير مزايدات. صحيح. ولا احد يتعامل،
ومش بيتم التعامل مع حد باعتباره جاي من دولة شقيقة، هو بيتم التعامل مع الكل باعتبارهم مصريين قلبا وقالبا. قلبا وقالبا، انت تقدر تيجي على اي حد هنا، سوري ولا عراقي ولا فلسطيني ولا سوداني ولا بتاع، المصريين ياكلوك. اه ده بيشيلون فوق الراس. انا شفت صح. مواقف لناس مصريين انا مش قادر احكي لك. يعني احنا بنتعامل بمنتهى البساطه مثلا مع واحد بيورد خضار لبيوت وبتاع، فمثلا واحد عراقي واحد سوري بياخد وبيقول بعدين هدفع وبتاع، انا بشوف مصريين بيروحوا يدفعوا لهم من وراهم. انا شفت مواقف هنا يعني نفخر بمصريتنا ونفخر بعروبتنا ونفخر ان احنا بنحافظ على اخواننا، ما حدش يقدر يزايد علينا. عشان نقدر نستمر في الدور ده لازم نكمل مستقرين سياسيا. بس ما هو العنوان الامن والامان اللي انت قاعد توفره لمجتمعنا. انت هتنسى يوسف لما كنت تنزل قدام العماره ولا ده نازل قدام بيته وماسك مش عارف سلاح واللي قاعد يحافظ على اهله وقفته. احنا مرينا باجواء كانت صح. درس قاسي جدا، قد يكون كان مؤلم لكن اتعلمنا منه قوي، اتعلمنا منه ما نهدش حاجه في بلدنا، اتعلمنا فيه ما نجيش على بعض مهما نختلف مع بعض، اتعلمنا عندنا دروس كتيرة قوي مستفادة من الفترة السابقة، ان الاوضاع لا تتحمل ان احنا نختلف لدرجة ان احنا نصل ان احنا نأذي بعض. لكن اللي انت بتتكلم عنهم او الفئة اللي انت بتتكلم عنهم اللي هي بتجيد فن التضليل وصناعة الفتن وصناعة الاجواء الغير مستقرة، طبعا في ده ناس بتنجذب ليهم، لان اي حاجة فيها تلاعب بالدين هي شيء مؤثرة للقلب والعقل، فيها شيء من الجاذبيه. صحيح، خلي بالك هو ده الجيم الرئيسي للتلاعب بعواطف الطبقات الصغيره، لكن او الطبقات البسيطه. لكن هل البلد دي ما وقفتش مع الطبقات البسيطه في عز محنتها كبلد؟ لا، انا بصراحه بحترم اللي انا شفته، بحترم صحيح. حاجات كتير قوي في البلد دي كانت بتاديها وهي بلد يعني مقهوره اقتصاديا والموضوع ليه خلفيات كبيرة، لكن في ظل ده كله واقفين، والنهاردة بننتخب ولازم ننزل ننتخب ونقول صوتنا ونقول عايزين استقرار وعايزين بلدنا تظل صامدة في ظل أجواء غير مقبولة لينا كعرب، وفي ظل أجواء ما حدش يقدر يتحملها، ودي حقيقة. ده صحيح 100%. احنا بنسعى الاستقرار والأمن والأمان، والانتخابات بتاعتنا دي ده عنوانها. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 كابتن أيمن، كل الشكر كابتن أيمن يونس كابتن نادي الزمالك السابق. بصوا يا جماعة، هاخد لك اقتباس لطيف جدا من رئيسة أو مديرة صندوق النقد الدولي. قالت إيه؟ ست قالت إن مصر محاطة بالصراعات من كافة الجوانب، وتعاني بالظبط كده، قالت كده بالظبط، وتعاني من أوضاع رهيبة، ورغما من ذلك تلعب دور قوي وشديد الأهمية في هذه الأزمة على وصفها هي الرهيبة الحالية في غزة. وما كانت مصر لتستطيع أن تفعل ذلك لولا اقتصادها القوي. مصر ده كلامها هي دولة قوية وصامدة. العيال بتاعت الإخوان واللي شبههم واللي بيروح يقعد معاهم واللي بيحط إيده في إيديهم واللي بيساعد إلى آخره يعني، واللي بيحاول يفعل أجنداتهم ويعمل نفسه جايب الدين من ديله وشقي حتتهم مفهومة، كل اللي هم عاوزينه ضرب دولة 30/6. عايز يعمل إيه؟ أقولك، هو عاوز يفقدك إيمانك ب 30/6، عاوز يفقدك إيمانك بمنجز 30/6، عاوز يفقدك إيمانك بنتائج 30/6. فهيفضل طول الوقت يشكك في أي شيء مرتبط بهذه البلد من يوم 30/6 لحد اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي، ولحد اليوم الثالث إن شاء الله، يوم الثلاث في نهاية اليوم الانتخابي. هو عاوز يعمل كده، ده هدفه. طب هدفه هيكسب من وراء إيه يا عم يوسف؟ هقول لك مرة تانية، هو أما بقول لك إيه، هو الإخوان ما بيحبوش الانتخابات؟ ده الإخوان كان عندهم غزوة السنة دي، ده كانوا بيهللوا ويدللوا علشان الناس تنزل تنتخبهم بالزور وزيفوا وعي الجماهير. بقى دلوقتي الانتخابات وحشة ازاي يعني؟ طب يعني انا اقول لأي كائن اخواني لو سمحت اديلي عقلك وقعد حافي وقولي كده، منين
قعدتوا تقولوا والانتخابات ومش الانتخابات وغزوه الصناديق وما غزوه الصناديق وشغل الاراجوزات اللي كانوا بيعملوه ده، شغل مولدجيه يعني. ومنين دلوقتي الانتخابات دي حاجه وحشه وهتعمل ايه بالانتخابات والانتخابات تعمل لك ايه؟ انا بقول لك يا فندم، هو مش عايز اي حاجه متعلقه ب 30/6 ولا نتائجها لا من قريب ولا من بعيد، لان بمنتهى البساطه 30/6 دي هي كانت درة التاج في كشف هذا الوجه كامل القبح. هم ما عندهمش وجه قبيح ووجه جميل، حتى ابتسامتهم دمها تقيل زيهم، عيال عليها كم سماجة غير طبيعي. انظر في وجه أي إخواني حتى وهو مبتسم تحس إنك عايز تاكله 30 قلم على وشه من كتر السماجة اللي طالعة بظة بخة من وشه كده، بيبخ سماجة يعمل لك إيه الضحكة دي يالا؟ ايه التلامة دي؟ عيال ملزقة، حتى العيال اللي بتعمل عندهم برامج كوميدي عيال ملزقة زيهم كده، دمه تقيل. هو مش عاوز مشهد 30/6، مش عاوز نتائج 30/6، مش عاوز يبقى فيه أدوات للديمقراطية، مش عاوز يبقى فيه حوار وطني، مش عاوز لجنة عفو عشان عاوز يستمر في المتاجرة، مش عاوز حوار وطني علشان عاوز طول الوقت المعارضة والمؤيدين يفضلوا في حالة شد وجذب طول الوقت. هو مش عاوز انتخابات برلمانية، هو مش عاوز انتخابات رئاسية، هو مش عاوز أي نتيجة طبيعية فيها أدوات الديمقراطية. مش عاوز العالم يبص عليك، ده بجد مش هزار، والله ما بهزر، انا بكلمك بمنتهى الامانه. هو مش عاوز الوكالات الاجنبيه ترصد ان هناك اقبال. معنى ان في اقبال معنى ان هذا المجتمع لديه من الوعي السياسي اللي مخليه نازل وهو مستوعب ويعي جيدا يعني ايه انتخابات رئاسه. هو مش عاوز الوكالات ترصد ده، وبالتالي يقعد طول الوقت يقول لك ما تنزلش. ما تنزلش ليه؟ وانت ايه اللي مخوفك من نزولي؟ مش يمكن لما انزل يا اخي انتخب اي حد مش على بالك؟ عندي 4 مرشحين اختار اللي انا عايزه. مش يمكن افجر مفاجاه؟ حتى ده هو مش عايزه. هو مش عاوز الناس تنزل، لان الوكالات هتنقل، فهيتقال المصريين نزلوا بالملايين لأجل أن ينتخبوا رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات. فيبقى إذن الله على رأي عباس أبو الحسن في الفيلم يقول لك عجبا لكم أيها المصريون. هي بالظبط كده. إيه ده؟ أنتوا نازلين عادي الانتخابات؟ أنتوا في كل ده وبتنزل الانتخابات؟ أنت رايح تدلي بصوتك؟ أنت رايح لصناديق الاقتراع؟ أنا بلد قوي، أنا وطن قوي، أنا مواطن قوي. نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. كم مرة قالولك إنك مش ممكن تقدر، كم واحد حاول في الدنيا يجيبلك أحباط، بس أنت قدرت ويوم عن يوم حلمك يكبر، في إيمانك وعزمتك أنت بتتقال حكايات. المصري بجد لا يضعف يوم ولا يستسلم، وعني دايما على المستقبل وعلى اللي مجاش، عمره ما يرتاح غير لو شاف بلده بتتقدم، وقت ما تندهله بيجري عليها ما يستناش. فات الكتير فات الكتير مش باقي إلا يعرف شيء المستحيل. يا ما شد خيط النهار من قلب الليل وفات فات الكتير فات الكتير مش باقي إلا القليل، والمصري ما بيعرف شيء المستحيل. يا ما شد خيط النهار
طبعا انزل وشارك ولازم وده واجبك. طيب خليني يمكن محتاج شوية أفهم حول دلالات مشاهد الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية. الهيئة الوطنية للانتخابات قالت تصريح أنا أشوفه مهم جدا جدا جدا، وهذا التصريح مهم جدا أنه يناقش ويناقش بمنتهى العمق. إيه هو؟ أنه المشاركة في اليوم الأول للانتخابات فاقت التوقعات. إذن توقعات الهيئة، توقعات السياسيين، توقعات يمكن الأحزاب، توقعات بتذهب إلى حيز معين، إلى أنه الهيئة برصدها ومتابعتها بتقول لك لا الموضوع فاق التوقعات. هنا خليني أرحب جدا طبعا بدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية. أهلا بيك يا دكتور أحمد. اهلا استاذ يوسف، اهلا بحضرتك فندم. ازاي حضرتك دكتور احمد؟ وبحييك على اداره البرنامج والكلام الجميل وال يعني متابع الحلقه جميله جدا يعني. الله يخليك يا فندم، دي شهاده يعني، ده انا احطها على صدري والله. ربنا يخليك. دكتور احمد، وانت يعني احد علماء هذه الامور، كيف تتحرك المجتمعات، كيف تفكر المجتمعات، تحليل سلوك المجتمعات وما الى ذلك، كيف ترى دلاله الاقبال على الانتخابات حتى انه الهيئه الوطنيه قالت انه هذا الاقبال فاق التوقع؟ انا اولا يعني انا لما رحت الانتخابات هذا الصباح، وانا رحت مبكرا جدا الساعه 9 في البدايه، انا نفسي فوجئت بعدد الناس اللي موجودين، وظليت طول الوقت يعني اليوم اتابع المشهد الانتخابي. وطبعا لاحظت دلوقتي في اخر اليوم حجم التكدس الكبير جدا، حجم الفئات المختلفه من الاعمار المختلفه، شباب ومنتصف العمر وشيوخ ورجال ونساء واصطحاب اطفال. انا مش عايز اقول عرس انتخابي، انا عايز اقول هذا 30 يونيو جديد. ويعني وهذه روح مصر الحضارية وانعكاس للبنية العميقة للشخصية المصرية التي تدرك لحظة الخطر وتخرج لكي تعبر عن رأيها بموقف سديد مثل ما حدث في 30 يونيو. 30 يونيو احنا خرجنا عشان الشعب خرج لرفض هذا الحكم الغاشم طبعا، بس في الخروج الانتخابي الكبير لرفض اشياء اخرى او للتعبير عن اشياء اخرى، منها مثلا انه نحن نعرف ان احنا لدينا ازمه وسوف نتخطى هذه الازمه، ونحن سوف نشارك في تخطي هذه الازمه، ونحن نؤيد القياده السياسيه في ادارتها للازمه، ونؤيد اي سواء الازمه في الداخل او الازمه في الخارج، سواء التعامل مع المشكلات الاقليميه المختلفه او التعامل مع الازمات الداخليه، ونحن لدينا تصميم عميق على ان احنا نكمل المسير، وانه احنا هنختار الشخص اللي هيكمل المسير، وهنختار الشخص القادر على اكمال هذه المسيره. وطبعا معروف تاريخيا انه الانسان المصري دائما بيتعلق في لحظه الخط، بيتعلق بمنقذ، يعني بيبقى محتاج دائما الى انه تتمد له ايد، فهو كمان قادر على ان هو يمد ايده ايضا ويؤيد ويدعم من اجل. فانا قرات المشهد اليوم بهذا الشكل كانه تفويض جديد للمستقبل، وكانه 30 يونيو جديد في تعبير عميق عن انا كان في يعني ناس كتير بيتكلموا خلاص، الناس في السياسه والناس ما بتتكلم في السياسه والناس اصلا سياسه، بس الخروج الكتير ده بيعبر على انه في وعي. وقد نظر المسألة من زاوية أخرى، إنه ثمة ثقافة انتخابية وثقافة سياسية جديدة بتتشكل في المجتمع المصري، وإنه هذه الثقافة السياسية أو هذه الثقافة الانتخابية، جدعنا نقولها بهذا الشكل، فيها وعي بأهمية يعني ممارسة الحق، وإنه كتير جدا من الناس بيقول لك ده يعني حتى لما بنستمع الى وسائل الاعلام المختلفه والناس اللي بيعبروا بشكل او باخر عن لماذا ذهبوا الى الانتخابات، كل الناس بتجمع على حاجتين، انه ده حق لابد ان احنا نستخدمه، وهو في نفس الوقت واجب علينا ان احنا نشارك من اجل المسانده ومن اجل الدعم ومن اجل ان احنا نختار الشخص القادر على ان هو
يقود المسيرة في المستقبل وفي لحظة الخطر التي تعيشها المنطقة بأسرها يعني، وليس المجتمع المصري فقط يعني. طيب. دكتور أحمد، حضرتك قلت تعبير مهم جدا، قلت إنه هذا المشهد الانتخابي اليوم هو 30 يونيو جديد، وإنه المصريين كما نزلوا في 30 يونيو فهم نزلوا النهاردة علشان استشعروا الخطر. أي خطر استشعره المصريين فذهب بهم إلى هذا الإقبال الرهيب؟ الخطر بيستشعره الإنسان من أولا ما يحيط بالمجتمع المصري من صراعات يعني. حضرتك لما تبص الناحية الشرقية، الناحية الغربية، الناحية الجنوبية، في كل التوجهات الاستراتيجية المصرية والوجهات الاستراتيجية كما يقال يعني، الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، كلها فيها خطر وكلها فيها صراعات بتشي أو بتوحي بوجود خطر معين. والخطر اللي موجود في غزة يعني، والطريقة اللي تعامل بها بالحكمة الشديدة للمجتمع المصري والقيادة السياسية اتعاملت في المشكلة القائمة في الكبيرة اللي موجودة في غزة. الخطر أيضا الداخلي، الآن عندنا أزمة يعني ليست موجودة في مصر فقط وإنما في العالم كله، غلاء الأسعار والأزمات التي حدثت في العملة وبعد تعويم العملة وكل الأزمات وغلاء الأسعار، كان في إحساس بالقلق. إحنا أين مصر رايحة فين بالضبط مصر؟ وبعدين فجأة الناس قالت لا ده إحنا لازم نستحمل، لأنه قرأوا المشهد الخارجي وإنه في تآمر أكبر من كده كبير جدا موجود. حضرتك أشرت في كلام حضرتك خلال البرنامج إلى الناس اللي هم يعني عمالين يشتغلوا على المجتمع المصري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال القنوات الفضائيه اللي موجوده في الدول الثانيه، من خلال سند الدول الاخرى وافشال المشروع المصري وافشال 30 يونيو. حضرتك قلت الكلمه دي في البرنامج. فنحن سوف نخرج في 30 يونيو جديد اذا، يعني اذا كان الامر بيتعلق بهذا الشكل فاحنا سوف نخرج. الخطر بيأتينا على فكرة من كل حدب وصوب، واحنا لازم نكون على وعي شديد جدا بانه المجتمع المصري مجتمع مستهدف والتجربة المصرية مستهدفة، وانه يعني كثير من المشاهدات اللي احنا شفناها خلال الفترة اللي فاتت خلقت داخل المجتمع المصري وعي. حضرتك بتشاهد وتقدر لما تتكلم مع الناس، انا اعرف ناس كتير جدا كان لهم موقف خلال الفترة اللي فاتت دي غيروا الموقف 180 درجة، لأنه هو خلاص يعني المجتمع المصري لابد إنه إحنا نتكاتف وإن إحنا نستقل وإن إحنا نعتمد على أنفسنا وإن إحنا ما نعتمدش على أي حاجات أجنبية، وإن إحنا نصنع الأشياء بتاعتنا ونزرع القمح بتاعنا ونعمل يعني. ده كله إحساس عميق عند الإنسان اللي من أجله خرج، واللي من أجله أنه هو عايز يبني مستقبل لمصر تتجاوز فيه كل العصرات وتتجاوز فيه كل التحديات وتبين للعالم وتبين لأصحاب هذه المؤامرات اللي شغالين ليل نهار على إفشال التجربة المصرية، تبين لهم أن الشعب المصري أبدا عن قياداته ولن يتخلى عن رؤيته للمستقبل ولن يتخلى عن التجربة اللي هو خط فيها اللي هو مشي فيها، وأنه هو سوف يكمل هذه التجربة ويصلها إلى نهايتها اللي هي هتحقق لمصر بإذن الله أكبر درجة عالية من التنمية وأكبر درجة من إن هي تبقى لها الوضع الذي تستحقه في العالم كله وليس في المنطقة. وهي لها وضع فعلا يعني. مصر كبيرة، مصر دولة كبيرة. حضرتك أشرت وقلت كل عملت مجاز جميل جدا كده في الكلام إنه كل الناس يعني كل الحاجات الحوارات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية كلها بتلف وتيجي إلى مصر، وإن هي مصر هي المحور المصري وهي المحور الحضارة وهي المحور الحضاري وسوف تظل في المكان وفي المنطقة وفي الموضة يعني إلى أبد الأبد بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لمثقفنا ومفكرنا الكبير دكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، وده كلام مهم جدا قاله الدكتور أحمد زايد.
فكرة استشعار الخطر والمقارنة أو المقاربة ما بين 30/6 وهذا المشهد الانتخابي. طب خليني حتى هقولك يعني حضرتك عزيز المواطن برضو عشان تبقى فاهم، والله أنا ما يعني بتكلم معك بدردش وبنحلل مشهد ما. احنا يمكن خلال الأيام الطويلة الماضية على مدار أكتر من شهرين كنا بنحلل المشهد الفلسطيني، بس تعال نحلل المشهد المصري وتحديدا تحركات الإعلام بتاع الإخوان، صحافة الإخوان، سوشيال ميديا الإخوان، أذناب الإخوان، خدامين الإخوان إلى آخره، يعني عشان في خدامين الإخوان، يعني في إخوان وفي الخدامين بتوعهم، يعني محمد ناصر ولا معتز ولا إذا كان سياسي من هنا ولا من هناك في شوية خدامين بتوع الإخوان. تعال نبص على المشهد كويس، تعال نسأل أول سؤال. أنا عندي مشهد سياسي مهم جدا، ويمكن على رأي دكتور ممدوح محمد ممدوح امبارح كنا بنتكلم فيه، مشهد بدأ بالاستراتيجية الوطنية العامة الأهلي في ديسمبر 21، وبعدها بأربع شهور كان في إفطار الأسرة المصرية فأعيد تفعيل لجنة العفو ثم تم إطلاق الحوار الوطني، صح؟ تمام. آخر حاجة فيه هو المشهد الانتخابي الحالي، بس هاخدك من أول. راهن الإخوان وأذنبهم وشوية الناس اللي بتخدمهم خدامين القعدة الإخواني على فشل مشهد العمل الأهلي المصري فنجح، فدي كانت صافعة. طيب راهن الإخوان وأذنبهم وخدامين قعدة الإخوان على فشل لجنة العفو أو إنه هي مش هتعمل حاجة، فأفرجت عما يزيد عن 1800 اسم وشخص وكدر. راهن الإخوان وخدامين قعدة الإخوان على أسماء بحد ذاتها وقال لك دول احتمال يطلعوا فطلعوا. راهن الإخوان وأذنبهم وخدامين قعدة الإخوان على إنه حتى هذه الأسماء التي تم العفو عنها لن تشارك في العمل السياسي، فأنا أقول لك إن هم موجودين جوه الحوار الوطني. يعني تم العفو عنهم مش بس كده ولم يعتزلوا السياسة وإنما شاركوا في الحوار الوطني مشاركة مباشرة وحضور جلسات ومناقشات وما إلى ذلك. راهن الإخوان وأذنبهم وخدامين قعدة الإخوان على إنه الحوار الوطني لن يثمر، فوجدوا إنه المعارضة المصرية من أقصاها لأقصاها موجودة وبتتناقش وبتتكلم وبدأت توصل لتفاهمات وبدأنا نوصل للمساحات المشتركة والأرضية المشتركة، خصوصا إن كل هؤلاء المشاركين رافضين الإخوان أصلا. بس كده؟ لا، ده في رهان تاني. راهن الإخوان إنه المعارضة المصرية مش هتبقى جزء من مشهد الانتخابات الرئاسية، فكانت حتة صفعة الحقيقة مذهلة مخيفة، صوتها جاب لآخر الدنيا، وفعلا ودون مبالغة صوتها جاب لآخر الدنيا، إن أنت في عندك مرشح معارضة بس كمان بتاع سياسة، مش معارضة ليها فنجرة بق، راجل فاهم بيقول ايه وبيعمل ايه، تحبه ما تحبوش، تتفق معاه ما تتفقش معاه، تتفق مع ايديولوجيته لا تتفق مع ايديولوجيته، مش دي القصة. لكن راجل صاحب تاريخ، راجل صاحب نضال حقيقي، راجل صاحب وجهة نظر، متواجد جوه المشهد الانتخابي حتى اخره، حد اللحظة اللي احنا بنتكلم عنها ان شاء الله لحد نهاية يوم الثلاث. فكانت صفعة سمعت في العالم، سمعت في العالم من أول لآخر زيوس. هقول لك لأنه العيال بتاعت الإخوان مهمة كمان برضو، الحقيقة العيال دي مدعومة من أجهزة ومدعومة من دول ومدعومة من أنظمة، تمام، فكلها سمعت. إيه ده؟ معارضة وموجود في المشهد وبيمارس حقه الكامل في أنه يبقى في عنده حملة ويبقى في لقاءات ويبقى في ندوات ولقاءات تلفزيونية وحوارات في الجرايد والصحف والمواقع
وله متحدثين وله مواد دعائية موجودة في كل مكان. الله 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 الله. فحتى دول العالم التي تصف نفسها، أنا رأيي زورا وكذبا وبهتانا بأنها دول العالم الحر، في كثير منها ليس حرا على الإطلاق، وإنما يحاول استعباد الشعوب وامتهان الدول والأوطان. فدول اتصدموا. المشهد الحالي ده بالنسبة لهم، بالنسبة لهم هم مشهد مخيف كارثي. يعني إيه المصريين نزلوا؟ يعني إيه في معارضة موجودة؟ يعني ايه الناس رايحه تقول صوتها في الانتخابات؟ واحنا مش بنتكلم على انه اقبال متوسط ولا لا قدر الله ضعيف، لا ده اقبال مذهل، بل انه اي شكل من اشكال التيسير والتخفيف على المواطن الناخب الهيئه عملتها. خليني هنا اخد معانا على تليفون دكتور ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. اهلا بيك يا دكتور ايمان. اهلا بيك، اهلا بيك استاذ يوسف. صوت حضرتك منورنا دايما. ميرسي. انا بشاركك الوطنيه الكبير. العفو يا فندم، العفو يا فندم. والله خالص يعني خالص. انا بقول مبروك لمصر. مصر النهارده اثبتت بشعبها انها كالعاده دوله قويه جدا، فيها أمن قومي، أمن الحقيقة، أمن وأمان. إحنا بنعيش عصور بجد ديمقراطية ما لم تسبق من قبل. أنا كنت موجودة النهاردة في اللجنة بتاعتي، طبعا لجنة سيدات. الحقيقة لقيت سيدات كبيرة في السن، ولقيت سيدات ذوات إعاقة، ولقيت سيدات داخلين بمنتهى الحماس. و الحقيقة الست المصرية أثبتت دورها في كل الاستحقاقات. أنا النهاردة كنت سعيدة جدا متفائلة جدا، والعدد الكبير اللي وصل للجان التصويت هو لم يسبق من قبل، ده بيدل على أننا في طريقنا الصحيح، وهنستكمل إن شاء الله كل الإنجازات اللي سبقت بقالها 10 سنوات لم تسبق من قبل الحقيقة يعني. صحيح. طب الإجراءات الخاصة بالتصويت شايفاها دكتور إيمان مناسبة، سهلة، ميسرة؟ أنا أقول لك تجربة شخصية. أنا طبعا بتكلم عن شخصي وهتكلم بعد كده كمصرف مع المجلس. يعني أنا الحقيقة النهاردة رحت اللجنة، دخلت في منتهى اليسر، كان في تأمين جيد، تنظيم جيد، كل حاجة يعني في هدوء. كل الناس دخلت في هدوء معاها الرقم القومي بتاعها. انا دخلت بكرسي متحرك، وانا داخله ما كانش في اي حاجه تعوقني. دور الارضي، اول ما دخلت سياده المستشار الحقيقه ابدا تعاونه. انا قلت له انا هعمل كل حاجه بنفسي، وبالفعل كان كل حاجه ميسره. كتبت اسمي، مضيت في الكشف، طبعا الاول اديته الرقم القومي وكتبت اسمي ومضيت بالكشف، وبعدين خدت ورقه التصويت ولوحدي خالص بالكرسي. دخلت في الحته بتاعت الساتر وكتبت، علمت علامه صح امام المرشح، وخرجت بعد ما تنيت الورقه وحطيتها بنفسي في البوكس بتاع الورق بتاع التصويت، لانه هو ما كانش عالي، كان في مستوى ايدي. فمنتهى اليسر بعد كده حطيت ايدي في الحبر وشكرت المستشار وخرجت. هي بعد ما خدت الرقم القومي وخرجت ركبت العربيه ومشيت. كل ده حصل في 5 دقائق. صحيح. فيعني ده تجربه شخصيه. هتكلم بقى كمشرف عام للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. احنا اشتغلنا من 3 شهور على التيسيرات مع الهيئه الوطنيه للانتخابات، والحقيقه وكان بروتوكول تعاون بيننا وبين وزاره التضامن، وكان في الجزء بتاعنا ان احنا نبدي راينا وخبرتنا الفنيه باي تيسيرات لازمه. ودي على فكره حق لينا، يعني هو مش يعني ده موجود في الدستور وموجود في القوانين وكل حاجه، بس كان لازم نتعاون عشان نعملها بشكل علمي ومنهجي. والحقيقه يعني تعاوننا فعلا وعملنا مجهود كبير
وجبنا خبراء عشان نشوف ورقة برايل اللي أنا أصريت إن هي تكون موجودة في اللجان كلها على مستوى المحافظات، عشان أنا مؤمنة إن أي حد من حقه إن هو يعمل ده باستقلالية وبحرية ومحدش يأثر عليه. فالحقيقة عملنا التجربة وعملنا اختبارات من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية نفسهم، قلنا لهم دي الورقة إيه رأيكم فيها، أبدوا ملاحظاتهم، عملنا بالملاحظات وبالفعل أصدرنا الورقة وكمان أرسلناها للخارج، يعني مصين في الخارج كان عندهم الورقة دي وهي موجودة طبعا في اللجان بتاعتنا دلوقتي في التصويت في الداخل. وعملنا بعد كده بوسترات كمان بلغة الإشارة للإعاقات السمعية علشان يعرفوا الخطوات ويقدروا يدلوا صوتهم بطريقة صحيحة ومن غير ما يضطروا ان هم يسألوا حد او يعني يحتاجوا ان اي حد يكون فاهم لغة الإشارة. بعد كده اتأكدنا ان اللجان في الدور الأرضي واكدنا جدا مع الهيئة ان ده يحصل، وفي حالة اي مشاكل داخل اللجنة لازم المستشار يعني جليل يطلع للشخص اللي عنده إعاقة يقدر يساعده او جوه اللجنة اذا كان في اي مشكلة. وهو الحقيقة ده مش غريب على المستشارين الاجلاء الحقيقة، ان هم يعني بيظهروا تعاونهم بشكل قوي جدا وفعال. وانا شفت الحقيقة كمان ناس كبيرة في السن، ناس كبيرة قوي في السن، وبرغم من كده داخلة ويعني جاية بمنتهى النشاط عشان تعمل الواجب اللي عليها. فيعني مش عايزة أقول إن أنا استغربت، لأن أنا عارفة كويس الشعب المصري لما بيتحط فيه مسؤولية بيتكاتف وبيعمل الدور اللي عليه وبيقوم بوطنيته، وده مش غريب علينا ابدا يعني. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور ايمان، شكرا على المكالمه وشكرا على الجهد المبذول الحقيقه من المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. كل الشكر دكتور ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. هستاذنكم هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل لازلنا في قراءه حول اقبال المصريين وتحليل المشهد الانتخابي حتى هذه اللحظه. ضيفنا بعد الفاصل كاتبنا الصحفي الكبير عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الدكتور محمود مسلم، استنونا إذا سمحتوا. مصر في انتظارك، انزل وشارك في انتخابات الرئاسة، مارس حقك الدستوري، بإيدك ترسم ملامح المستقبل، بإيدك تأمن مستقبل أولادك. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وزي الفل وعال العال وما الى ذلك من امور جيده. النهارده اليوم الاول لتصويت المصريين بالداخل 10 11 12 حد 2 3. طيب احنا هنقعد نقرا مع بعض هذا المشهد على الاقل الحالي وتوقعاتنا لمشهد الغد وبعد غد ان شاء الله من مسألة إقبال غير متوقع للمصريين أو بالأدق إقبال فاق التوقع وتحليل مشهد الانتخابات الرئاسية مع ضيفنا العزيز والغالي كاتبنا الصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ دكتور محمود مسلم. منورنا. الله يخليك يا أستاذ. أنا هبدأ القراءة من بعيد خالص. ها
هبدأ القراءة من المشهد الأوروبي. قناة بي بي يدوب بس خليها بي بي سي، بي 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 سي بيقولوا أنه غاب الفقراء عن المشهد، وزي ما كنا لسه بنتكلم البي بي سي بتقول أنه يغيب الفقراء عن المشهد الانتخابي والفقراء من سيون وما إلى ذلك. وفي ادعاء آخر فإن الفقراء يذهبون إلى صناديق الاقتراع بعد أن يحصلوا على مبالغ مالية ورشاوى انتخابية. ففعلا الملاحظة الجديرة أنه هم شايفين إيه؟ أنه الناس بتروح عشان الفلوس؟ ولا الناس ما بتروحش أصلا ومنسيون وغائبون عن المشهد؟ بي بي سي عايزة إيه؟ هم جايبين حالة لسيدة فاضلة شايفة أن الأسعار، أعتقد اسمها نادية، ان الاسعار زادت خلال السنوات الاخيره وبتاع. لكن مع احترامي للبي سي، بي بي سي لما بتتكلم مهنيا ما ينفعش ترهن حاله 106 مليون بحاله لحد واحد. طب هي الاسعار زادت بالنسبه ليها؟ لا اكيد الاسعار زادت بالنسبه للناس كلها، بس مقابل ده حصل ايه؟ يعني مقابل هي من 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 سوء حظها ان هي بتبيع جرايد، فكانت بتبيع عدد كبير من النسخ، وطبعا انت عارف دلوقتي موقف الجرايد الورقيه فالدنيا. فبرضه الحاله ما ينفعش تطبقها على مصر كلها. يعني لو بتكلم مثلا على واحده تاني مثلا بتبيع خضار او حاجه، اكيد على طابور، اكيد الـ 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 المستوى الدخل بتاعها زي ما الاسعار ارتفعت اكيد مستوى الدخل بتاعها كان هيبقى زي. لكن هي دي ما ينفعش نعمم هذه الحاله وكان مصر كلها تعرضت لنفس المشكله. فاعتقد لا، يعني خطا مهني معتاد من البي بي سي، لانه بمنتهى البساطه ازمه الصحافه الورقيه موجوده في مصر وموجوده في انجلترا وموجوده في امريكا. انه الاقبال على شراء الصحف الورقيه خلاص بيقل. يعني مهنه هي الاول الخطا من وجهه نظري هي فكره التعميم، يعني فكره ان هو ده حال الناس في مصر كلها، انه مثلا كانوا بيشتروا الحاجه من 10 سنين بكذا، ماشي اوكي، ده صحيح حصل حال الناس في مصر. الوجبه اللي كانت بتتكلف كذا دلوقتي بتتكلف اكتر، لكن عايز تقول لي ان الدخل ما زادش؟ هي بقى لظروف خاصه لظروف استثنائيه ان الصحف الورقيه تراجعت فمبقتش، لكن ده مش ظروف مصر كلها، بالعكس ناس كتيره. هل تحمل اي دوله مسؤوليه بوار مهنه نتيجه تقدم تكنولوجي؟ لا طبعا، يعني انت كمان لما تدور بقى كمان ماذا قدمت الدوله للمحدود الدخل بلاش الفقراء خلال السنين اللي فاتوا، معاشات زادت بنسبه كبيره، تكافل وكرامه مشروع رائع، فيروس سي مشروع طبعاً رائع، علاج على نفقة الدولة، علاج على نفقة الدولة، ال 100 مليون صحة، حياة كريمة، اللي هم بيسموها ايه، اللي هي العمليات اللي كان ليها قوائم الانتظار، قوائم الانتظار كانت اتحلت. فكل ده اتعمل. هتيجي بقى دلوقتي الحل اللي من وجهة نظري، يعني هذه السيدة لو كانت تسكن في أماكن خطرة تم استبدالها بأماكن محترمة ولائقة، مش محترمة ولائقة بس من حيث المباني، من حيث المجتمع، وده اللي بركز عليه. صح. يعني في تنمية مجتمعية، في مستشفى كويسة، في مدرسة كويسة، في معهد ثقافي، في ممارسة رياضية كويسة، في ممارسة فنون كويسة. ده اللي حصل في الأسمرات مثلا على سبيل المثال. ليه بي بي سي ما تروحش تصور الأسمرات؟ طب النهاردة الأسمرات الناس خرجت بكثافة، وده الأسمرات بالذات ليها طبيعة. يعني الأسمرات هي أبلغ رد عن كل ما يقال، إن هؤلاء الناس استفادوا. وقلت قبل كده لو حد حسبها، بعض رجال أعمال لو حسبها بالجدول الاقتصادية كان ممكن يقول لك لا، يعني أنت هتدفع كم مليار عشان يعني إيه العائد اللي هيرجع؟ ده بعض رجال أعمال. لكن لا طبعا، أنت كنت بت 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 بتعاير بهذا الامر. ما كانش في حد فينا بيروح مثل هذه الاماكن الا وبيرجع، يعني او حتى لو الصحف الاجنبيه كانت بتروح كانت بترجع تنشر فضايح يعني عن هذه الاماكن. للاسف انت برضه ما بتعملش ده عشان الصحف الاجنبيه وغيرها، لكن انت بتعمل ده لايمانك ان هؤلاء الناس يستحقون. صحيح. ان هؤلاء الناس يعيشوا حياه افضل. لما يعيشوا حياه افضل المجتمع هيعيش حياه افضل طبعا، لان هؤلاء الناس مع احترامنا ليهم كلهم في مثل هذه الأماكن التي كانت يمكن أن تنتشر فيها ظواهر اجتماعية سلبية،
قنابل، هذه الاماكن ايضا كانت قنابل موقوته ضد من يعيشون الاستقرار، لانه هيجيبوا منين الاسره اللي قاعده في اوضه بحمام مشترك اسره ست افراد؟ فطبيعي متخيل الناس هتعلم ازاي، هتدرس ازاي، فبيدفع دفع للخروج عن القانون. فطبعا الانتقال الى اماكن اكثر، وبعدين الاماكن ما كانتش، مع احترامي لكل المشروعات اللي اتعملت على كده قبل كده على مدى 50 سنة، انت الاول مرة تعمل مشروع في اماكن كويسة، يعني مش في اطراف المدن، وواسع، يعني مش مثلا اوضة وصالة ولا اوضتين، لا ده مكان واسع. والاهم بقى هو التنمية اللي حصل. فلما تروح الاسمرات دلوقتي، يعني انا عندي 2 راحوا الاسمرات انبهروا، الفنان محمود عزب، عزب شو هو دي الاسمرات هي بالمناسبة، الفنان عزب شو راح مرة الاسمرات انبهر وقال لي انا شفت مواهب ما شفتهاش قبل كده، والكاتب الكبير السيناريست يوسف معاطي راح طبعا في جولة كده، يعني بالصدفة قضيته، يعني حد صاحبه راح من كام سنة، رجع بيتكلم عليها بانبهار يعني طبعا، وغيرة العنب وغيرها وغيرها وغيرها. هذا المشروع هو دليل على اهتمام الدولة بالفقراء، اهتمام الدولة بالعشوائيات، اهتمام الدولة بالإنسان. يعني بعض الناس كانت تقول لك الدولة أو النظام اهتم بالحجر عن البشر. أليس هؤلاء بشر كانوا يستحقون الاهتمام؟ أليس هؤلاء بشر كانوا يستحقون؟ أنت بتنقذهم وبتنقذ المجتمع، مش بتنقذهم بس هم. أنت خليت دلوقتي عضو صالح في المجتمع، إن شاء الله يطلعوا يعني حاجات كبيرة ويمهدوا، عكس يعني الأول كانوا بيعانوا الأمرين. والمهم إن أنت ما اهتمتش بس بالمباني، أنت اهتميت إن أنت تعمل لهم مجتمع متكامل، مجتمع بيئي، صحي، رياضي، فني، يستوعب مهاراتهم ومواهبهم. لا طبعا مشروعات قوية. يضحط بقى كل الكلام اللي بيتقال على إن الفقراء منسيون. في مشاكل، في تحديات، لكن انت معلش، يعني اللي كان احنا بنسمع دلوقتي حد عنده فيروس سي، لا خلاص، فيروس سي ده كان بيدمر ميزانيه اي اسره، بيدمر لو حد طبعا لا قدر الله جاله الكبد او ده، بيدمر ميزانيه اي اسره، وبيدمر بناء الاسره نفسها، فحتى الناس اللي يعني بتتكلم عن الصحه وعدم الاهتمام بالصحه، انا اعتقد مشروع فيروس سي من اهم المشروعات اللي فيها إرادة وفيها قوة، وبرضو لو حسبتها بالاستثمار والفلوس اللي دفعت فيها ممكن كنت تقلق. لكن في حاجات زي كورونا الحجم الصرف فيها، وان انت تجيب الناس العالقين من بره على حساب الدولة وغيرها وغيرها وغيرها، لو حسبتها بالحسابات المادية البحتة اللي هي الربح والخسارة ما نسيبه، لا بس احساس الناس ان عندهم دولة، احساس الناس ان الدولة حمياهم، ان الدولة ما رمتهمش، وده رأيي اللي انعكس على المصريين في الخارج، ان هم بقى عندهم احساس ان الدوله معاهم، اي مشكله في الخارج بيقدر يصدرها. لما هذا النظام الرئيس السيسي لما انشا وزاره الهجره، ودايما انا اتذكر بالخير السفيره نبيله مكرم طبعا، وتواصلوا مع الجاليات، والجاليات كمان المصريين في الخارج عندهم يعني حميه وطنيه لا تقل عن اي حد في الداخل طبعا. فعشان كده التهافت او الاقبال على الانتخابات كان اقبال قوي جدا، رغم ان المصريين في الخارج يعني ممكن تلاقي واحد بقاله فتره طويله مش مهتم او ما بيجيش او بتاع، لكن خايف على بلده وعنده احساس ان في حاجه حصلت كويسه. طيب انا استاذن هروح لفاصل، قبل الفاصل كلمه في ودن بي بي سي، ايه الكلمه بقى؟ بدل الفقراء منسيون في مصر، أنا رأيي أن البي بي سي تبدأ تشتغل على تقرير فقراء ملفوظون بالمملكة المتحدة، وأنا مستعد أساعد البي بي سي في ده جدا، لأن أنا شفت ده بعيني الحقيقة، وكنت ناوي أعمل عليه زي تحقيق ما كده في فترة وجودي في لندن، أنه أو فترة وجودي في المملكة المتحدة تحديدا، ما كنتش عايش في لندن عشان على قد حالي، يعني كنت برا، مهم يعني برا كده على الأطراف في الريف، مهم لا في فقراء ملفوظون في المملكه المتحده. يعني ايه ملفوظون؟ يعني ناس مش لاقيه لا اكل ولا شرب ولا مهنه ولا مكان اقامه، ولا يصرف ليهم لا معونه بطاله ولا اعانه اجتماعيه ولا كوبايه قهوه تدفئ
في الصقيع البريطاني، بل يذهبون إلى المكاتب للتسجيل فيتم طردهم ويتقال لهم أنتم مش مدرجين عندنا في القوائم. طب عايز أدرج في القوائم، فتطلب منه مجموعة من الطلبات اللي احنا نسميها في مصر يقول لك الطلبات التعجيزية. وهنا أصبح المجتمع الأهلي البريطاني ينشط لأجل هؤلاء الفقراء الملفوظين داخل المملكة المتحدة كي يقدم كوب من القهوة الساخنة في الصباح، ولعله يقدم ليهم سندويتش شطيرة لأجل أن يتقوى بها على مدار يومه. وبالمناسبة هذه الجمعيات الأهلية البريطانية بتعاني أيضا من قدرتها على توفير كوب من القهوة وشطيرة صغيرة لأنه حجم التبرعات قليل. فلتقم البي بي سي بهذا التحقيق الاستقصائي بإمكانياتها العظيمة إن أرادت، فإن لم تستطع ترجع للعبد لله. هستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع ضيفنا العزيز دكتور محمود مسلم. استنوني. محدش يقول ان الاوقات الحلوه بتجري بسرعه. هذا الرجل الرائع العظيم انا ما بشبعش منه، فسيبوا لي شويه عمال يقول يلا بسرعه. طيب بص انا مش هطول. دكتور محمود، المشهد الانتخابي الحالي، التصريح بتاع الهيئه الوطنيه انه الاقبال فاق التوقع. ليه؟ لأن الناس كان في موجة كده قبل الانتخابات إن يعني السيسي نجح العملية، ما فيش منافسة يعني قوية للدرجة اللي هي تقدر، فكان في درجة من التراخي. زودها برضو بعض الناس اللي قاعدة تتكلم على الأسعار وغير كده. لكن جت احداث غزه من وجهه نظري من الحاجات اللي اثرت في المشهد حاجتين، احداث غزه والتنوع اللي حصل في الثلاث مرشحين ان هم بيمثلوا احزاب ثقيله ليها ممثلين في البرلمان في كل المحافظات. فاحداث غزه اثرت على الناس، ما اثرتش يعني مش غيرت موقف الناس، بس ممكن جددت احساسهم بالامن بالاستقرار. وده ممكن بعض الصحف الأجنبية النهاردة مشاورة عليه، بتقول يعني إن الناس روح 30/6 إن الناس، لأن هو الاصطفاف في مصر في السنة اللي فاتت دي أنا من وجهة نظري حصل مرتين. في الحوار الوطني هذا الطيف الهائل من الناس من أقصى اليمين لأقصى اليسار كان موجود في الحوار الوطني باستثناء الجماعة الإرهابية الخائنة اللي هم الإخوان. والأمر الثاني حصل في أحداث غزة، يعني في توافق كبير بين المعارضة وبين النظام على قرارات النظام وموقف الدولة، ويكاد يكون متطابق، يعني الموقف الشعبي مع الموقف الرسمي يكاد يكون متطابق. فده كله أثر على الانتخابات، خلى إقبال الناس، إحساس الناس بالخطورة. وانت عارف ان الشعب المصري يعني وقت الخطر بيشد بقى، لا مش هنهرج، ممكن وقت الكلام يعني الدنيا لما تبقى لطيفه فممكن نتكلم في حاجات لطيفه، لكن وقت الخطر لا، لان العمليه بقى قربت مننا قوي، ده بقت جنبنا، ما بقناش يعني، وبعدين احنا ما بقتش جنبنا من جنب واحد، ده بقت جنبنا من كل الزوايا. يعني انت في الجنوب السودان، وطبعا سد النهضه في الشمال ليبيا، فوق في الغرب المتوسط، وفي الشرق فلسطين، في الغرب ليبيا ولا ايه، وفي شرق فلسطين. والشرق ده بالذات طول عمره صغرى لكل الأعداء يعني. فلما تيجي بقى العملية تقرب قوي واحتكاكات ومواقف، ومصر كان موقفها واضح وصريح وشفاف وشريف، ويعني أقول والوحيدة، مش الوحيدة طبعا يعني، لكن من أكتر الناس اللي كلامها واضح، يعني كلامها في الأمور واضح، في القضية الفلسطينية واضح. خلال الفترة اللي فاتت ديت، خلال الشهرين اللي فاتوا تقريبا، الرئيس السيسي تحدث او تقابل مع معظم قاره العالم من اجل القضيه الفلسطينيه. تقديري ان حصل تغير منهجي شويه في موقف العالم من القضيه الفلسطينيه بعد الاسبوع الاولاني اللي قدر نتنياهو ان هو يشيع كثير من الاكاذيب، ويحاول يعمل شبه ما بين داعش وبين حماس، او يعمل شبه بما حدث لهم في 7 اكتوبر وبين ما حدث في احداث سبتمبر. نتنياهو نجح في ده في الاسبوع الاول، لكن اعتقد مصر نجحت بعد كده ان هي توصل للعالم حجم الاكاذيب اللي حصل. ده وصل للمواطن، وبالتالي الناخب حس بنفسه لو صح التعبير؟ لان وصل للمواطن ووصل للناس، وحسوا ان احنا رغم احنا في حاجه
الناس مش واخده بالها منها. احنا الناس بتعايرنا بفقرنا على اساس كل شويه كل التقارير على موضوع النزوح ده، فيقول لك ايه عشان موقفه الاقتصادي صعب هيضطروا يقبلوا وبتاع، وده كلام غير صحيح. لا بدليل ان الرئيس قالوا ورئيس الوزراء قالوا مفيش مسؤول، موضوع منتهي ومفيش موضوع منتهي، بس كل شويه حد يردده سواء من اسرائيل او امريكا، وللاسف الاخوان ياخدوه يشاروه. لكن الموقف الاهم اللي الناس، الرساله الاهم اللي الناس مش واخده بالها منها، ان في هذا التوقيت اللي ظروفك فيه الاقتصاديه صعبه، انت 70% من المساعدات اللي بتروح لغزه من عندك انت بتقول يعني حضرتك عارف يعني ماشي، بس من اول يوم انت 70% من المساعدات بتروح، دي رساله يا جماعه. وطبعا ده واجب علينا احنا مش بننام، لكن دي رساله ان احنا رغم ظروفنا الاقتصاديه الصعبه بس بنبعت. عمرنا ما ظروفنا الاقتصاديه الصعبه هتخلينا نبيع ارضنا ولا ولا حاجه ولا اي حاجه. فده كانت يعني حاجه اعتقد قويه. وبعدين قدرات الدوله المصريه، خد بالك من الازمه دي اللي ظهرت فيها قدرات الدوله المصريه على كل المستويات، على المستويات الامنيه، على المستويات الاجتماعيه، التحالف الوطني من اول يوم وحياه كريمه وكل المؤسسات، يعني دي برضو دي كفاءه مش قدرات. الاعلام المصري وموقفه، مؤسسات الدوله بموقفها، التنسيق اللي حصل، كل الكلام ده، الضغط الدبلوماسي والسياسي اللي انت قدر تعمله، مؤتمر القاهره للسلام، كل الحاجات دي تدل ان انت دوله قويه، دوله قادره، دوله عندها ادوات وعندها اليات، مش يعني مش صحيح. مش دوله بدون اليات. صحيح. انا عايز اقعد اكتر بس عمي يقول يلا يا يوسف الوقت خلص، الوقت خلص وخدنا وقت زياده، نورتني وشرفتني كمجرد العاده، وهنتقابل اكيد تاني لو ما كانش جوه البرنامج يبقى بره البرنامج وبعدين تاني جوه البرنامج وما الى ذلك. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور محمود مسلم رئيس مجلس اداره جريده الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وطبعا كاتبنا الصحفي الكبير. الحلقه خلصت، ما خلصش الكلام على الاطلاق. كريم رمزي اللي داخل ولا رجائي رمزي اللي داخل؟ ده سؤال مهم جدا. ابناء رمزي داخلين حالا على برنامج رقم 10، اما احنا لو كلنا العمر هنستأنف الكلام. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.